بنت الأحرار تشرق الأنوار في همي ورد دمها وكثر نور ونار بشعار الله الوطن الملك. مفتي الشرطة لبنى المسيح العاملة بخلية التحسيس بالوسط المدرسي بمصلحة الأمن العمومي بولاية أمن مكناس. التحقت بسيك الشرطة سنة 2013، درست المدة ديال التدريب ديال التدريب الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. تم التعيين ديالي بمدينة مكناس. من بعد التحقت العمل بمدينة مكناس كموظفة الشرطة بخلية التحسيس بالوسط المدرسي. أثناء العمل ديالي الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى، أولا يعني تلقيت يعني كامل الدعم من طرف الزملاء ديالي موظفين الشرطة، كذلك تلقيت واحد المجموعه ديال النصائح والارشادات من طرف يعني الرؤساء المباشرين وغير المباشرين ديالي على راسهم السيد ولي الامن مكناس. والحمد لله يعني قدرت انني نتوفق في العمل ديالي، وبالفضل التوفق ديال العمل ديالي يعني كموظفه شرطيه هو اكيد يعني النصائح والتوجيهات اللي كنتلقاها بشكل يومي ومن طرف الزملاء ديالي ومن طرف الرؤساء ديالي اللي كيشجعوني وكيوجهوني باش انني نقدر نقوم بالمهام ديالي في احسن وجه ونعطي ونمثل ولايه امن مكناس يعني داخل المؤسسات التعليميه في احسن. شأني شأن جميع النساء المغربيات الشرطيات داخل الجهاز الأمني بالمديرية العامة للأمن الوطني. أننا ولينا كنشتغلوا في عدة مناصب جنبا إلى جنب إلى موظف الشرطة أو رجل الشرطة داخل جميع المقرات ديال المديرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. والدليل على هذا الشيء أن الحمد لله يعني عدة نساء مغربيات شرطيات اللي ولاو يعني كيتبؤوا مناصب عليا كرئيسات يعني مصالح ولائية، كرئيسات أقسام، كرئيسات دوائر. والحمد لله هذا الفضل كامل كيرجع للمديرية العامة للأمن الوطني والتوجيهات ديالها والارشادات والنصائح اللي كنتلقاوها بشكل يومي. وكذلك كنلقاو يعني الحمد لله الاحترام الكامل والتقدير لا من طرف رؤساء ديالنا ولا من طرف الزملاء العاملين معنا. المديريه العامه للامن الوطني كتولي واحد الاهميه خاصه للناشئه، خصوصا باعتبارهم انهم رجال ونساء المستقبل، واكيد من اجل واحد الناشئ صالح ليعود بالنفع للمجتمع. يعني عقدت المديريه العامه للامن الوطني واحد الشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، وتم انشاء هذه الخليه ديال التحسيس بالوسط المدرسي سنه 2013 من اجل القيام يعني بعروض تحسيسيه وتوعويه ولقاءات تواصليه داخل المؤسسات التعليميه لفائده التلاميذ والتلميذات في مختلف المؤسسات لجميع المستويات الابتدائي والاعدادي وحتى الثانوي. الدور ديال هذه الخليه تحسيس بالوسط المدرسي هي اول شيء واهم حاجه هي تقريب الشرطه من الناشئه او تقريب الشرطه من التلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليميه، وكذلك يعني تحسيس وتوعيه التلاميذ والتلميذات وتنبيههم لخطوره عده ظواهر سلبيه اللي تقدر انها تشكل خطوره عليهم وممكن انهم يرتكبوها بسبب الجهل ديالهم بالعواقب ديالها، اضافه الى يعني الحد من عده افات سلبيه اللي كتحيط بالمؤسسات التعليميه وتعزيز السلوكيات الايجابيه لدى التلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليميه.